كيف تخسرين وزنك بحسب برجك؟ سواء كان برجك من العناصر النارية أو المائية أو الأرضية أو الهوائية، فإنه يؤثر بشكل مباشر على وزنك. أحيانا يخير إليك بأن الحميات لا تنفع وبأن كل ما تقومين به لا يساهم في خسارتك للوزن. تشعرين بالارتباك والإحباط لأنك لا تملكين أدنى فكرة عن سبب فشل الحميات. لعله حان الوقت لإلقاء نظرة على خصوصية برجك وعناصره، لأنها بشكل أو بآخر تؤثر على وزنك. الأبراج النارية: الحمل، الأسد، القوس. يمكن لهذه الأبراج خسارة الوزن في حال التزمت بقاعدة واحدة، وهي عدم إنهاك النفس مبكرا. بما أنها من الأبراج المتطرفة، فهي عادة ما تقارب خسارة الوزن من ناحية كل شيء أو لا شيء. خيارات هذه الأبراج تكون عادة الحميات التي تعد خسارة الكثير من الوزن خلال مدة زمنية قصيرة، والتي عادة تكون قاسية جدا. الحميات القائمة على شرب السوائل فقط أو تناول كميات أقل مما يتناولها العصفور لا تنفع مع هذه الأبراج، بل تجعلها تشعر بالإنهاك والتعب واليأس. صحيح أن هكذا حميات قد تؤدي إلى خسارة الوزن، لكن هذه الأبراج تستعيده بسرعة فائقة. الحميات التي على الأبراج النارية اتباعها هي تلك التي لا تستهلك الطاقة مبكرا، والتي تجعلهم يخسرون الوزن تدريجيا من دون تعب شديد. الأبراج الهوائية: الجوزاء، الميزان، الدلو. تأثر هذه الأبراج بمحيطها الخارجي يفشل سعيها في خسارة الوزن، لذلك أفضل مقاربة لهذه الأبراج هي الاستعانة بخبراء يحددون لهم خطة معينة تساعدهم على خسارة الوزن. الجوزاء والميزان والدلو تحتاج أيضا إلى شريك يساندهم، لأنهم قد يتراجعون خلال تلك الرحلة القاسية. الأبراج هذه تضع التكلفة المادية أيضا ضمن حساباتها، مما يجعلها غالبية الوقت تتخلى عن خططها. لذلك الكثير من البحث على ما يناسبكم ضروري جدا من الأمور التي تفسد خطط هذه الأبراج لخسارة الوزن هي الحميات غير الواقعية. فبالنسبة إليهم يجب أن تكون الخطط واقعية وقابلة للتطبيق، وإلا كان الغش هو العنوان العريض للحميات. الأبراج المائية: السرطان، العقرب، الحوت. من الأبراج التي تبدل رأيها بشكل دائم، لذلك فإن لم تكن الحميات تتناسب مع شخصيتهم فإن خسارة الوزن مهمة مستحيلة. الحميات يجب أن تكون بسيطة وألا تتضمن أي أطباق معقدة. تحديد الكميات بشكل دقيق جدا غير مقبول لهذه الأبراج. فمثلا حين تكون الحمية عبارة عن 100 جرام من الحبوب و50 جرام من الفواكه، فإن مصير هذه الحمية هو سلة المهملات. الكميات يجب أن تكون بسيطة وسهلة ولا تختبر صبر السرطان والعقرب والحوت. أفضل رياضة لمساعدة هذه الأبراج على خسارة الوزن هي من خلال السباحة. الأبراج الأرضية: السور، العذراء، الجدي. الأبراج الأرضية هذه تحتاج إلى برنامج رياضي يمكنها ممارسته بشكل يومي. المشي أو الركض أو حتى ركوب الدراجة من الرياضات التي تساعدكم على خسارة الوزن. قد تحتاج هذه الأبراج إلى شريك يحفزهم خلال هذه الفترة. لنجاح الحمية يجب عدم اعتماد أسلوب حرمان النفس، لأنه أسرع طريق للفشل. الاختيار يجب أن يتم وفق ما تحبه هذه الأبراج من الأطعمة وما تكره. التحفيز له دوره، لذلك كما وسبق وذكرنا الحاجة ملحة لشريك يمنحكم الدعم والقوة.
شاركونا بآرائكم حول هذا المقطع في التعليقات بما ترغبون في مشاهدته على القناة في المستقبل حتى يتسنى لنا تنفيذه على المحتوى الذي نقدمه لكم. شكرا للمشاهدة. شكرا لدعمكم المتواصل يا أحسن جمهور في الدنيا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.